إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل هو واحد ممن اصطفاهم المولى عز وجل لتلاوة آي الذكر الحكيم، ويحظى بجماهيرية كبيرة، وذلك لأنه يتميز بحلاوة الأداء وروعة الوقف وجمال الابتداء، وهو يعبر بطبقات صوته عن معاني الآيات وجمال الكلمات. وللقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلاوات جماهيرية غاية في الروعة والإبداع. من هذه التلاوات نستمع الآن إلى قرآن السهرة من سورتي القصص والقدر للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان.
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
فلما أن قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما فجئته إحداهما تمشي فجئته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه
وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما خير من استأجرت القوي الأمين قال إن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني
قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة كانت من سورتي القصص والقدر.